70 كندا يمثلوا الجامعة البريطانية ومصر في كندا في سبتمبر الجاي. السوبرفايزر السوبر فايزر السوبر عشان تصور دكتور هلا معلش صوروا الاول دكتور هلا وبعدين صور اول مره يتعرفوا عليها ادى نفس كفاءه مستوى الحمايه المستخدم بس بوزن اخف 40% وتكلفه اخف اقل 40%. دي خدمة كبيرة قوي للأفراد المجندين اللي واقفين في المعركة اللي شايلين درع يصل الوزن حوالي 20 كيلو أو أكتر في عز الحر في مراكز خدمة صعبة جدا. أي خدمة بتقدمها للمجند الغلبان دوت هي شيء خدمة ليه وخدمة للبلد كلها. أنا يعني ما كنتش متخيل قيمة المشروع غير لما رحت الفنية العسكرية والموضوع اتعرض على رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية ونقله للمدير الكلية الفنية العسكرية وقال لي المشروع ده احنا مش هنفوته من تحت ايدينا لازم نعرضه على الوزير بصفة شخصية وطلب مني اقدم بيبر والبيبر دي اتعمل لجنة فنية متخصصة من دكاترة من الكلية الفنية ومن جامعة زويل وقيموه وادوني احسن درجات الحمد لله وشهادة تقدير. ويوم الخميس كان في نفس الاسبوع كان زيارة الوزير هم قالوا لي قبلها مبروك انت طلعت المركز الاول من ضمن 5 بلاد الوصول لنجاح سهل لكن الاستمرار في القمه اصعب. بشكركم جميعا وسعيد النهارده بتكريم بعض الطلبه اللي خدوا التفوق مع تكريم الساده المشرفين. وطبعا بنحتفل مع الطلبه، احتفل مع الطلبه الجداد اللي جم وتحياتي لاولياء الامور اولا واخيرا. ان هم البذره السليمه اللي حطوها وبرعايتهم لاولادهم حققنا احنا النجاح مع اعضاء هيئه المدرسه.